يحتضن معرض دبي العالمي للقوارب في دورته 30 والتي تستمر إلى 3 مارس في دبي هاربر أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة، ويشمل ذلك أبرز شركات اليخوت الرائدة عالمياً، منها 400 شركة جديدة والتي تقدم مجموعة واسعة من المراكب والمعدات، ويشارك ما يزيد على 200 قارب في الفعالية، بالإضافة إلى حضور 9 من أعضاء جمعية بناة اليخوت الفاخرة. السنة عارضين حوالي 15 قارب ويخت عندنا في الماجستي لاين، عندنا الجديد 6 يخت ماجستي 60 قدم، وعندنا اليخت الكبير ماجستي 111، بالإضافة للماجستي 62 و100 قدم. يحتضن المعرض كذلك منطقة للرياضات المائية التي ستوفر عروضا لاستقطاب عشاق التشويق والحماس، ومجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقام على مدار أيام المعرض 5. الدورة 30 لمعرض دبي العالمي للقوارب هي الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة على مستوى المنطقة. لمركز الاتحاد للأخبار، ناصر الرميثي، دبي.